في واحد راهو في الكارير بتاعه ما نعرفش انا ممكن تتحط في دي سيتوياسيون معناها ساعات علاش يقول القايل كي مشيت الغادي ولا غادي يقول لك انا مثلا مازال نهارين يسكر ميركاتو فتنجم تكون معناها خاطر هي شنية تو في تونس سورتو البريود الاخرى يقول لك مثال نور حضرية نجي نشوف بار اكزومبل اش عامل عم ولقاك ما ست شهور ما لعبتش ولا واحد يخافوا فهمت كيف وهي راهو لا مفخرانية لا شيء معناها سلام معناها بالنيفو اللي نشوف فيه بالواحد راني نكور في ايكيب انا في تونس فهمت كيف نعرف روحي شوية اونتريمون بريباراسيون باهي نلقى روحي فهمت كيف اما كهو كل شيء بالكتبة واحد اش يقول باهي من بكرة نحكيو برشا على الزهر اوكي متفاهمين الزهر انت فاش تلوم روحك فانا اللوم روحي بيان سور فما بار كبير معناها بون كبير صغير ما نعرفش اما اللوم روحي ما عرفتك نجم يكون معناها كنت من نوعية جواراتك الفينيو معناها ما تخدم ما نخدمش ما نحبش خدمة فيزيك ما نحبش بخير صحيتك ممكن معناها ذيك تنجم تكون خاطر ساعات معناها كي تجي تشوف تلقى جواراتك ما نقولوا قبل معناها كيما نقولوا النيفو نتاعهم متوسط على الاخر وبعد تراهم من وسط خدمه كوره معناها خاطر حتى تو بار اكزومبل تكنيك مو تبدا عندك تكنيك كبير كي يبدا الفيزيك مش يتبع راه باش تقلق باش تلقى صعوبات فهمت كيف انا بوتيتر في مخي عملت كان على الكاليتي اللي عندي قلت التكنيك اللي عندي فوالا ممكن بالنسبه قديش باقي على مسيرتك ليه شوية بالكل ماكش فافي جمد ليه مش حكيت ما قول لك في بلاصتك انا نقول ماكش فافي جمد اي هاني قلت لك انا شوية بالكل ما تقول لك هيك انا خاطر بالحق نورة حتى الامي حتى نحكي انا وادم قبيلة شوية يقول معناتها معناتها الاسبوع اللي كانت عليك كبيرة برشا معناتها كنا نشوفوا فيك حاجة كبيرة وقتها حقيقة سيا بون تنجم تقول مثال كي نتعاود الدنيا وترجع ونعاود الكارير مستحيل نعمل اخي من الكارير اللي عملتها مثال لحد الان فهمت كيف الحقيقه فما مشابك في حكايه عدم انضباط زيدا لا والله لا جمله سلام والله لا نقول لك ارسل تابل كيف ما حاجه لا وقتها يعرفوني حتى الولاد ساعات يتبولدوا علي يقول لي مثلا يعطينا نهارين ثلاثه ايام راح ما نخرجش من الدار عندي وقتها مغروم بلاي واحد وفهمت كيف نجي مثلا حتى الماكله مثلا غير بيريود سمنت لا بعد هذاك سمنت احكي لك اي جات بيريود سمنت اما في نحكيو على المسيره الكل نحن اي لا جات بيريود ثلاث سنين الاخرانيين فما زدت كيلوات صحيح هاي مش انا عجبت لك على الانضباط مثلا جندوبة كيف اسخوا العقد هبطوا صفحتهم اللي مشاكل تاع قله انضباط جندوبة ليه احكي لك بون باش نحاول احكي لك الحكايه جندوبة اعطاونا ثلاث ايام راحه ولا اربع ايام انا وقت نذكر وقت سافرت مشيت سافرت حكيت مع الرئيس قلت له كيما نقولوا باش نزيد ايامات كيما نقولوا وقت ما زلت ما عندناش الماتش الجاي مازال بعيد قلت له راه باش نزيد كيما نقولوا اربع خمس ايام ست ايام قال لي باهي ما راني انا غادي ويكلموا فيا ولاد صحابي رجعوا يترنوا قالوا راه هكا هكا ويحكي ودرسنا وكذا كذا قلت لهم في بالي شيء يعني ديجا حكيت مع الرئيس قلت له راه باش نزيد ايامات معناها ويحكيوا كيفاش يتعالى علينا ولا فماش علاش باش نتعالى عليهم انا ديجا حكيت مع الرئيس قلت له احكي فيها قلت له اربع ايام ولا خمس ايام موافق ماكش موافق تا نرجع لروح قال لي باه كي رجعت باش نترانا قالوا لي راهو ديسبلين ودرسني وما تقدرناش وفهمت كيف هكا ايضا من الحاجات اللي لوم عليها فيها كخان توا شديتي اللوم يا سلام يقولوا الوالد دخل برشا في مسيرتك ذلك شويه في الاكزيجون شويه كان ما عرفش ذلك بصفه عامه والله الصوره غلطه ذيك برشا يحكيوا فيها ما هي صوره غلطه انا نقول لك حاجه بركه باش تفهم كل شيء انا الوالد عمره ما فرض عليا حاجه انا نذكرك تو كي نرجع لك حكايه توكسير والكلوب انا نذكرها قاعدين قاعد في خدمته عطاني دو كونترا قدامي قال لي ما نفرض عليك حتى شيء خاطر بعد انت باش تحمل مسؤوليتك وانت اللي شوام تاعك قال لي تحب تمشي للوكسير تو نكلموهم بالتليفون يبعثوا لك بيه تمشي تحب له فهمت كيف معناها ما فرضش عليه حاجه ما قاليش امشي غادي وانا ممكن معناها انا في داخلها معناها بابا وعائلتي وش راهو يحبوني نمشي لفرنسا وقت ما نجموش يفرضوا علي قالوا لي انت تصرف فهمت كيف دونك ليه ما نعرفش انا علاش لصقت ما الاتيكيت هذه والله ما عرفتش خاطر بالك شي خاطر يجي كل يوم لونتريمون يقول لك راهو فيه فهمت كيف وهو بيسك بابا يخدم في نادي يوغوسلافيا بحذايا مع بارك يجي كل يوم لونتريمون عمره ما فرض عليه حاجه ولا قال لي امشي الغادي ولا اعمل هذيك ولا يتدخل لي مثال في معناها هيك الكوره وعلاش عملت هيك مستحيل كمل ماتش ما نحكيوش جمله كوره ايضا الاشواء اللي عملتهم مثلا خاصه في علاقه بالوكلاء اللاعبين دخلتها شويه بعضها في الحكايه تمشي برشا جونيت ولا حاجه هكا والله هما يا سلام بريود هذيك ماك تعرف راه اي جوار مثل يبدا طالع اسمه شويه ولا حاجه تلقى الناس الكل تكلم فيك والتليفون ما يسكتش
انا عندي معناها صاحبي خويا سليم سليم بولا سنام هذاك معناها خويا معناها عاوني برشا في كاريري في برشا حاجات مجهول تحيا عاوني في برشا حاجات اما ابار معناها هو مثال حط الاكوتيل للمعني الاخرين اللي هذا يطلبك مثال كان معناها ما يراك ما يكلمك كان كتب انت مثال يحب يقراتي حاجه يحب درسي انا نذكر مره هكاك ما عرفت يكلموك مثال تلقى التليفون ما يسكتش من بعد فهم شيء يا خويا جيب لي موقع انت اجون واحد فهمت جيب لي خويا حاجه علاش ما عندكش واحد فيك تتعامل معاه ممكن ممكن غلطه هذيك آه. بون احنا راه في تونس ماك هاك تشوف راه ما عندناش ديك العقليه نتاع تعمل اجون تبدا بيه كاريرك كامله وراو اجون برا مش كان كوره راه يتلهي لك بمشاريعك بحياتك بالليجين دو في الفاتورات نتاع الضوله ما عندناش احنا احنا كديز اجون كيك عمل لي موندا هاي 6 شهور هاي عام تاع نهزك فهمت مونتالمون فراجيل شويه ممكن هاي ممكن ممكن على سألتك خاطر كيف كيف من اللي يشاع ايضا اللي يقال مو بون انت اكدته حتى انت الوفاة نتاع الوالدة الله يرحمها اثر فيك برشا حتى اكثر من اللازم نعرف الناس كل نحبوا امهاتنا وربي يفضلهم ويخليهم وربي يرحم اللي توفيوا اما انت اكثر من اللازم شوية اثر برشا اثر فيك نور والله صحيح هاي اخي واحد امه معناها وواحد فاش يقولوا ماتت وانا صغير وهي صغيره معناها في عرفتك جاتك السكسك الشوك معناها وزاده كنت متعلق بها برشا اكثر واحد حتى في اخواتي وعائلتي معناها انا اكثر واحد كهو معناها هذيك الدنيا ربي يرحمها ما عادش تحب تكوي وقتها والله قلقت سليم جات بيريود نذكر وقتها بابا ربي فضله يكلمني يقول لي ارجع حتى ترينا تتفرهد وتنسى وقتها ديجا نذكر عندنا وقتها بعد جمعتين ماتش مع الكلوب في رادس مع بنزارت وقتها اما صعيبه كانت ما نعرفش كانت صعيبه بس نورمال معناها حاجه صعيبه كها في ذاك في شوف في اخر خبر قلت جابوا لك حتى بسي اي صحيح هاي وقتها في مع بنزارت مع سيمون درك باير وقتها فما بسيكياتر يجيني كما نقولوا بسيكياتر هما يشتغلوا اي بسيكياتر يجيني معناها مره في الجمعه ونحكي وبعد هي بعد بعامين زادت توفيت عمتي الله يرحمها هي زاد اللي كانت مربيتني هي اللي تزني البارك كل يوم معناها فما برشا حاجات اي صحيح انا جبتش نتجاوزها الحكايه صعيبة صعيبة واحد توا الحمد لله معناها كيفاش يقولوها معناها الله يرحمهم هما الله يرحم عايشك دونك هاو سيرتو في الوقت هذاك كانت صعيبة باش هكا تنسى وتعاود ممكن قلقت برشا هذيك صحيح